هلو بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معاكم ميك اب ارتست دلال ربش. اليوم راح اسوي توتوريال على الجميله لولو العسلاوي. اول شيء راح اقول لكم شلون هيئنا البشره. حطينا هذول الاثنين، اول شيء حق المسامات وحق اثار الحبوب، نغطي بهذا ينعم البشره. بعدين حطينا حق الهالات من ميك اب فور ايفر الاورنج بس تحت العين حوالي الشفه. والحين راح نكمل باقي الشغلات كفاونديشن هايلايتر وكونتور، وتابعوا ويانا مع الحلوه لولو العسلاوي. حبيبتي دلال، انا وايد مستانسه ان اليوم انت بتحطي لي ميك اب، وليتس سي يور ماجيك اون ماي فيس. حبيبتي الحين حطينا احنا البرايمر، حطينا الكوركتر مال ميك اب فور ايفر، راح نشيل الرموش الماجنت. قبل ما نبلش تصوير احنا حطينا الماجنت لاشز عشان يبين شكل حلو. قاعد نوريهم بعدين نشيلهم بدون صمغ. الرموش تصير كانه ساندويتش تطبج على الرموش الطبيعيه، سحبتها حيل ناتشرال، بس مجرد ما تسحبونها كذي هي راح تمسك بالعلبه لانه مغناطيس. اوكي، خفيفه كلش، ما احس بيها، وايد خفيفه. بنات خلطنا لونين، خلطنا رقم درجة رقم 4 ودرجة رقم 5 لأن لولو تبي شوي أغمج من بشرتها. أنا حاطة درجة رقم 3 بس، رقم 3، فأنتوا تقدرون تخلطون اللي تبونه. دلال، دام قاعد نتكلم عن الفاونديشن، شنو الجي اللي يصير على أصفر ولا على بينك؟ شنو تحسين؟ بشرتي يعني بشرتنا العادية اللون الطبيعي اللي أنا لا بيضة ولا سمراء، إيه؟ فأخذ اللي على أصفر ولا اللي على بيضة؟ اللي على أصفر، لأن الآر، أوكي، مو الآر، الآر مبلا، أيه. هو غالبا يكون على المشمشيات، أيه. هذا حق وحدة بيضة، أبيض حق الوحدة بيضة، أو حق اللي تبي تستخدمه as a corrector. yes. يعني من ميك اب فور ايفر الكونسيلر الضعيف، اوكي، R40 دائما استخدمه حق الهالات. اي عرفتي هذا بس حلو. الفاونديشن يعني حق بشرتنا ناخذ على اصفر، البيجيات على اصفر وايد احلى يصير. بنات شوفوا شلون درشت صفرة عدل، حق التنوير وايد وايد حلو. الحين احنا نبي نعطي رسمة حق الخد، اوكي، فراح ناخذ كيرف لتحت، راح نستخدم هذا درجة البينك از بلشر كريمي عشان يعطينا وجه مستحي. الحين راح نستخدم الكونسيلر الثاني، هذا الميبيلين 20. ايه دلال قاعد تحطينه بالاطراف صح؟ ايه، بس ابي عشان ينور لي اوكي المناطق اللي ابيها. اسم اللوس باودر كلاوديا شيفر، موجود في بوتيكي. الترا اتش دي ميك اب فور ايفر. Thank you.
البيج داخل العين من رمل، دائما الكحل البيج يوسع العين. بينك على نود فاتح عشان التركيز والفوكس كله على رسمة العين. أوفرا، لمعة أوفرا it's a must have. ها بنات، ردينا لكم، ان شاء الله يكون عجبكم لوك لولو العسلاوي العسل. حطيت لها مكياج يعتبر ناعم بس جريء، احلى عليها لان عينها صغيره، نحاول نوسعها كثر ما نقدر. ستايلي انا بشخصيتها هي، وهذا الحلو في دلال. انا وايد احب ميك اب، سويتي لي ميك اب يلوق على شخصيتي، الوان خريفيه، دمجتي الالوان بطريقه فنيه جدا. انا وايد حبيت الميك اب، ان شاء الله تكونون انتوا حبيتوا. تابعونا على انستغرام وانستغرامها وتي في بوتيكات. باي باي.